عندنا مشاهدي ومتتبعي قناة شوف تيفي، عدنا لكم دائما في إطار الجولة الليلية التي تقوم بها قناة شوف تيفي. وبالفعل وصلنا إلى الحي الذي يقتن به الشاب خويا. بخير لاباس عليك؟ بخير الله يحفظك. ويا السيد اللي انت شحال في عمرك؟ شي 33. مجوج عنده شي وليدات؟ مجوج. كيفاش تلاح ولا شنق راسو؟ شنق راسو داو لا تشوفها؟ ومني داو كان باقي فيها الروح ولا ميت؟ والله ما كذب ماكش مريح ليه بين خرجوك صافي في الاستقبال. صافي شداو جد راه كان ميت. ماشي مسكين الله ما عرفتوش الاسباب ديالو؟ لا ما يهمك. شكرا اخويا. هذيك هي دارو ياك خويا؟ هذيك هي دارو؟ هي الدريبه. الدريبه الدريبه الداخل. شكرا اخويا بارك الله فيك. اذا كيف تابعتوا معنا اعزائنا مشاهدي ومتتبعي قناه شوف تيفي، بالفعل هي عمليه انتحار لشاب يبلغ من العمر حوالي حسب الحارس الليلي يبلغ من العمر 33 سنه اعزب، وتجهل أسباب الانتحار لحد الساعة. تم نقله من طرف عناصر الوقاية المدنية بين الحياة والموت إلى مستشفى سيدي عثمان، وبعد ذلك العائلة تتوصل بالخبر المفجع، الشاب توفي. إنا لله وإنا إليه راجعون. بالفعل الله يرحمه في ليلة رمضان أمينة المكة. الله يصبر والديه يا ربي أمين. إذن نتابع جولتنا الليلية بأهم وأكبر شوارع الدار البيضاء. نتواجد الآن بطريق ولاد زيان، الشارع الذي يعتبر من أكبر الشوارع بالدار البيضاء. تشاهدون
شوارع فارغة عن آخرها بسبب الأمطار التي تتعطل في هذه الأثناء. شكرا السيدة اللي قالت كان شكرا كنحماق على الإذاعة ديالكم, حنا كنحماقوا عليكم أعزائنا المشاهدين وما غاديش نسخاو بكم, ونضرب لكم موعدا إن شاء الله في أول ما يتم رفع الحظر الصحي بجولات ليلية مكثفة في كل شوارع وأزقة الدار البيضاء وقس على ذلك كل المدن المغربية. قوية تعطل في الأثناء على مدينة الدار البيضاء. مصطفى لوزان رمضان مبارك, شكرا مصطفى. بالنسبة للناس اللي عاد تحقوا بنا, لكننا تلقينا واحد الخبر مفاده أن واحد الشخص انتحر, وبالفعل طلعنا لمنطقة سيدي عثمان وسولنا في الحي اللي خلينا فيه, توصلنا بالعنوان ديالو, وبالفعل لقينا بأن شاب كيبلغ من العمر حوالي 33 سنة قام بالانتحار بشنق نفسه داخل المنزل, منزل العائلة. وحسب الحارس الليلي الشاب يبلغ من العمر 33 سنة ولا زال أعزب يقطن برفقة عائلته. قوية تتهاطل في هذه الأثناء على مدينة الدار البيضاء, نتمنى أن تكون أمطار غسل الوباء بإذن الله.
سعيد لديد بالنسبة لسبب انتحار كيبقى مجهول. هذا سبب انتحار المصالح الأمنية هي اللي كتحقق باش كتعرف السبب ديال الانتحار. ما يمكنش لأن الناس اللي الشخص اللي كيبغى ينتحر ولا أي إنسان بغى ينتحر راه ما كيبوش الناس علاش غادي ينتحر. قليل اللي كتبقى كتب شي وريقة ولا شي حاجة. الأكثرية كيف كنقولوا بالدارجة كيسروا معاه، ولكن المصالح الأمنية عندها طرق خاصة ديالها باش كتعرف داك المحيط العائلي ديالو ومحيط ديال العمل وداك الشيء. كتعرف الأسباب كتوصل من بعد تحقيقات قضائية كتعرف الأسباب ديال الانتحار. ولكن اللي صعيب هو أن في هذه الليلة المباركة ليلة أول يوم من رمضان ينتحر شاب داخل عائلة. الله يحسن عوانهم، الله يصبرهم، الله يرحمه، الله يتجاوز عليه. لأن الانتحار كنا كنعرفوا بأن الانتحار مرفوض شرعا، يعني كنقولوا بحال إلا ما رضيتيش بالقضاء ديال الله. إذا الله يرحمه والله يتجاوز عليه. بالفعل عثمان فاخي حياة ياسين الله يرحمه بالفعل غالبا كتكون أسباب نفسية. دريس أزيلال شكرا لكم، كتعطيونا أخبار 24 ساعة 24 ساعة. الشكر لكم أنتم على المتابعة. نادية السبتي ربي معكم، شكرا الأخت نادية من المتابعات الأوفية للجولة الليلية. وكيف كنت طرحت قبل في الفاصل السابق ديال الجولة، بأننا ابتداء من يوم غد إن شاء الله غادي يطبق الحظر الصحي حتى على الناس ديال الصحافة والإعلام. يعني احنا بدورنا غادي نوقفوا عند الساعة 7، ما نبقاوش نخرجوا، ما تبقاش الجولة الليلية، غادي نبقاو لكن غادي نبقاو على تواصل عبر المباشر من داخل منازل ديالنا مع المتابعين الكرام. ويوميا غادي نطرحوا موضوع للنقاش، كما غادي نعطيو ارقام الخاصه ديالنا على المباشر وغادي نكتبوها في المباشر باش الا كانت شي حدث عندكم في الحي ولا شي حاجه اتصلوا بينا وغادي نتواصلوا وغادي نشوفوا الطريقه كيفاش هذاك الحدث غادي يوصل للراي العام باي طريقه باذن الله. أنتم من منازلكم ومن أحيائكم ومن دروب الدار البيضاء ومن دروب المغرب ومن أزقة المغرب ستصبحون بإذن الله عيوننا على الحدث. شكرا لكم على المصداقية، شكرا لكم أنتم على المتابعة.
نحن فخورون بخدمتكم وإيصال المعلومة لكم في حينها. ديال السبتي غادي نفتقدكم، حتى حنا غادي نفتقدكم. هاد الجولة ولفناها معكم يوميا، ولكن القانون يسري على الجميع. لكن نعدكم أننا سنقوم بكل ما في جهدنا لإيصال المعلومة، خصوصا منذ الساعة 5 صباحا وحتى 7 مساء سنقوم بكل جهدنا لإيصال المعلومة. سنكون معكم في كل أحياء وأزقة الدار البيضاء بإذن الله. عدة الطقم ستكون بالميدان جاهزة للتواصل معكم والانتقال لتغطية كل الأحداث التي ستشهدها مدينة الدار البيضاء وكما قلنا المغرب. أما بعد 7 مساء سنبقى على تواصل مباشر معكم عبر المباشر حتى مطلع الفجر. مالك أبو يريك، الحمد لله. حمزة، الحمد لله. أمطار الخير، الحمد لله. وسنأتي على نهاية هذا المباشر من منطقة عين دياب، من الشاطئ الساحلي عين دياب، المنطقة التي يطلبها العديد من المشاهدين. تشاهدون هذه الأجواء في هذه الساعة في الشاطئ الساحلي عين دياب، وبالضبط من أمام المسابح الأمطار لا زالت تتعطل بكثافة كما تتابعون. أرقام التواصل سنكتبها في كل المباشرات التي تابعتموها على رقمي الشخصي، غادي نقول لكم دابا وغادي تلقاوه مكتوب. رقمي هو 06-61-59-72. أعيد 06-61-59-72 رقم الشخصي والمباشر. اتصلوا بي 24 ساعة على 24 ساعة، سأجيبكم بإذن الله.
بالفعل هذاك هو رقم 06611-59-72 رقمي الشخصي كريم العلاوي، اتصلوا بي وقت ما شئتم سأجيبكم بإذن الله. فاطمة الحفيدي جزاكم الله خيرا، شكرا شكرا اختي فاطمة على المتابعة. عدنان الودادي، الودادي سيري بشوية راه كاين الشتا وعليها سيدي. شفيق موحى تحياتي، شكرا تحية متبادلة. أم حاتيم شكرا. إلياس الحسني إنها تمطر بالفعل. فاطمة الحفيدي اللهم فرج عنا الوباء يا ربي امين. يوسف سلاك رمضان كريم على الامه الاسلاميه. اسماء بالليزي تحياتي اخي العلوي، شكرا اختي اسماء. روميكس تطواني السلام. الروم مبروك رمضان من روما، مرحبا بالناس ديال روما ديال الديار الإيطالية. شكرا على متابعتكم لجولتنا الليلية. روميكس تطواني حتى مارتين في الشق، الحمد لله الشتاء في تعطل على كل بقاع مغربنا الحبيب. كيف قلنا نتمنى أنها تكون أمطار الخير، أمطار غسل الوباء. سعيد بغزات رمضان كريم أخي، شكرا سعيد. مصطفى محمد شكرا. إذن إلى هنا نأتي على نهاية هذا المباشر، نهاية هذه الجولة الليلية. نضرب لكم موعدا في الجولة الليلية بعد رفع حظر التجوال، الحظر الصحي على مملكتنا الحبيبة. إلى ذلك الحين متابعي ومتابعات قناة شوف تيفي وخصوصا الجولة الليلية،
نستودعكم الله والسلام عليكم، لكن غادي نلتقي بكم في مباشر من داخل منازلنا، مباشر بالصباح من الساعة 5 صباحا حتى 7 مساء بكل أزقة ودروب الدار البيضاء. إلى ذلك الحين السلام عليكم.